nous sommes décidés à tenir notre convention du pacte de l'alternative démocratique le 9 septembre prochain. Nous tenons à clarifier et à approfondir la solution. اتفقنا على امور اساسيه في البديل الديمقراطي. يعني نقدر نلخصوه لاربع حوايج. رحيل النظام ما كاش حل في اطار النظام، اذا ما كاش حوار مع النظام. رفض للرئاسيات لان الرئاسيات مناوره للحفاظ على النظام، ومسار تاسيسي سيد. بطبيعة الحال المسار التأسيسي السيد كل واحد عنده وجهة نظره، ولكن لحد الآن مازال ما اتفقناش نهائيا على الكيفية. هذا الباكت على الالتيرنونس ديموكراتيك سي كسي ديبا اون ا دي لوبجيكتيف سو ني با دو ديسودر نو ديفيرونس. L'objectif, c'est de créer le débat, d'essayer de rapprocher nos points de vue pour agir de façon solidaire et peser dans la définition de, du système politique vers lequel nous devons aller. L'ittifaqiya hadi ou l'aqd ta al-badil démocratique, ta qiwa al-badil démocratique. منفتحة على كل الفعاليات في المجتمع اللي راهي مع القطيعة مع النظام بعناوين الديمقراطية. نريد أن نترجم هذا المبتغى الشعبي على شكل مشروع سياسي. مشروع سياسي يسمى بالمرحلة الانتقالية التأسيسية أو بالمسار الانتقالي التأسيسي.